عشان احنا بنقول لا للظلم صدرنا قرارات نقل تعسفي. نسال القائد بتاعنا اللي هو بيقول لنا بيستخف بالكلام ويقول لنا هو احنا ما كناش عارفين انتوا مدين طلبات من ورانا ولا ايه؟ طب ازاي يا باشا لو انت المفروض تبقى عارف الطلبات دي ليه؟ طب احنا هل احنا لينا ميول اخوانيه؟ احنا ارهابيين؟ قال لي والله يا ربع ما نعرفش روح اساله في الوزاره. كل ما نكلمه يقول روح اساله في الوزاره. طب دي كتاب دوري بيقول الكتاب الدوري رقم 10 لاي فرع لاي فرد الا رغبته الشخصيه او حاجه قانونيه صدر في تحقيقات اداريه ان هو مدان. احنا لا صدر بدون اي تحقيقات اداريه ولا صدر ولا قدمنا طلبات وملتزمين بعملنا وتقريرنا الامتياز لا تقل عن 90. يبقى ليه نتنقل؟ هي دي بس الطلب. ليه الظلم ده؟ انتوا عايزين ترجعونا قبل 25 يناير؟ مش ممكن نرجع قبل 25 يناير. دي استحاله. الشعب المصري مش شاف نفسه 25 يناير من ضمنهم احنا. كرامتنا رجعت. مش ممكن ترجع تاني. رمضان وزع على زمايل عصير الإدارة الوحيدة اللي وصت إن الزمايل ياخدوا جزء مشدد خدوا شهر حبس. أنا ما جاليش جواب شكر من الوزارة إن هو أنا الوحيد اللي ما خدتش ما جاليش الإدارة بتاعتي ما قالتليش أنت فين حتى مش هتجيب 24 ساعة ما قالتليش خدوا شهر حبس زمايلي خدوا شهر حبس طب إزاي أنت حكمتهم إزاي أنت ما كرمتش اللي ما خدش ده بقى زي ده والتشغيل بس دلوقتي 24 ساعة وإحنا ولا حد يقدر على 24 ساعة غير وقت الصبر غير مواصلات انا بقوم الساعه 4 الصبح انا بقوم الساعه 4 الصبح اروح بيت ثاني يوم الساعه 10 هيرد مين قوم الساعه 10 من الساعه 4 الصبح لثاني يوم الساعه 10 والتسليح الشخصي الضباط رفضها. طب ليه انا واحد من الناس انا واحد من الناس وزياده بدل الخطر اللي قال عليه ما نزلش ال 200% ما جاتش ولا 200% يا باشا 100% جت ما جاتش الدوله بس لكن افراد الشرطه لا مفيش اي حاجه خالص احنا مستأجرين في وزاره الداخليه وزارة الداخلية بترجع من ملازم تاني أيام من عصر القهر وعصر العبودية وعصر الاستبداد 25 يناير ما عملتش أي حاجة ولا غيرت أي حاجة في وزارة الداخلية. حبيبي العدل حبيبي العدل ما اتحبسش زي ما هو اتحبس هو غير اتحبس زي ما هو حراسة على وزارة الداخلية بتتحاسب اللي كان بيشتغل في قناص العيون كرموه وقالك ودوك كهربا بيسون الافراد محمد الشناوي كرموه احنا اللي شايفين شغلنا صح وتقريرنا كلها امتياز وما قصرناش شغب ما لمع شعب والحمد لله معاملتنا مع الناس كويسه برضه ومعاملتنا مع زمايلنا كويسه هو نتنيل تعسف يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟